واحدة بتقول عندي مشكلة في الخدمة، وهي ان امينة الخدمة صعبة جدا، متحكمة لأعلى درجة، وتدخل دائما في امور الخدام الخاصة، ولا اجد اسلوب للتعامل معها. ما هو الحل؟ نرجو من أمينة الخدمة أنها تكون متفاهمة، ما تفتكرش أن الصلابة نوع من الحزم، جايز تكون الصلابة منفرة، تكون متفاهمة. أما لو سألتكم في أموركم الخاصة قولوا لها بصراحة دي أمور خاصة وما نحبش تتدخلي فيها، دي أمور خاصة وما نحبش إنك تتدخلي فيها. لو زعلت تزعل ما يهمكوش، مش هتقدر تروح تشتكي وتقول أنا سألت عن أمورهم الخاصة قالوا لي مالكيش دعوة.